أنا اسمي عايشة المدلن، عمري 13 سنة وألعب لعبة السكواش. إحنا أول شيء بديت من 2014، كنت أروح النادي مع خالي، و 2017 دشيت أكاديميته ووايد حبيت اللعبة، بس كنت لازم أوقف بسبب كورونا، و 2021 رديت ووايد تطورت في اللعبة وحبيتها. تفاصيل لعبة السكواش إنه يكون تنافس بين لاعبين في ملعب مسكر، في ملعب العادي والزجاج، ولازم يطقون الطوفة وتوصل يعني على أي مكان هو يحدد، بس بالسيرف إنه لازم يكون مكان محدد، يكون عنده مربع محدد حق السيرف، لازم يطق فوق الخط الأحمر واللي بالنص ويوصل حق اللاعب الثاني. لعبت وايد رياضات غير السكواش مثل السباحة والفروسية. اللي استفدت من رياضة السكواش اللياقة والصداقة وكل شيء. مباراة لعبتها وما راح أنساها كانت في السعودية، لعبت النهائي ضد زميلتي سارة العلي وحققت فيها المركز الثاني. جدولي للرياضة هي أتمرن 6 أيام بالأسبوع، الصبح وعصر. الصبح أتمرن ساعة ونص ساعتين، والعصر أتمرن ساعتين. التمارين اللي أخذها قبل المباراة هي أول شيء أركز إني أرتاح يوم واحد قبل المباراة، واليوم المباراة أحاول أنام عدل وأكل عدل، أسوي استرتشات قبله، وبعدين أدش المباراة وأنا مصحصحة وجاهزة. أكون ناجحة بين دراستي ورياضتي إني أسوي جدول حقه ووقت محدد للدراسة والرياضة، مثلاً أقعد أروح المدرسة أرد أكل وأدرس لين وقت التمرين، أروح التمرين وأرد أكمل دراستي. شلون أتفادى الإصابات باللعبة؟ إني أركز إني أسخن قبل التمرين، ومو بس حق الإيد بس حق الريل والجسم كامل، وإذا خلصت من استرتشات الجسم أبدأ بالتسخين حق الإيد مع الكرة والمضرب. شلون أعرف نقاط الضعف اللي معاي بالملعب؟ أحاول إني أحدد شلون يعني وقت التسخين حق المباراة، أحاول أشوف شنو هو اللي ما قدر يصيد الكرة، ومرات أحاول أطالعهم مباراة قبلي أشوفهم شلون يلعبون، شنو اللي ما قدروا يصيدون، وإذا ما قدرت وقت المباراة وإحنا نلعب أحاول أقول حق نفسي أنا شلون فزت هالنقطة، إني أشوف إن أنا فزت هالنقطة مثلاً ما قدر يصيد الستريت فأكمل أسويها. أصعب تمرين بالنسبة لي هي يعني صراحة ماكو شيء، بس إن تعب اللياقة أصعب شيء. نقطة ضعفي اللي أحاول أطورها بالرياضة إني أكون أسرع مثلاً بالملعب عشان أعرف أصيد الكرة عدل. أنا رحت مع المنتخب سفرة بمصر، ومع الفريق ما رحت ولا سفرة، بس بالكويت وايد لعبت وحققت مراكز ومباريات. الفرق بين المعسكر مع المنتخب والنادي ان المنتخب يكون صبح وعصر تمرين ساعتين ثلاث اكثر، ومع النادي بس يكون ساعة او ساعتين بس عصر. في وايد اشياء استفدت بالبطولات اللي بالكويت وبرا الكويت،
بس اكثر شيء من برا الكويت، لان برا الكويت في مستويات ولاعبات يعني من ابطال عالم وكل شيء، وبالكويت استفدت ان اني اتعلم من البنات الثانيين، واذا لعبت معاهم اعرف نقطه ضعفهم وشي اسهل لي. دور مدربين معي عندي وايد، مثلا احمد سيد دوره معي حق اللياقه، وعنده تمرين وايد شديد وزين حق يعني لاعبين السكواش، لانه هو مدرب منتخب بعد حقنا السكواش حق اللياقه. يحاول يقوي ايدي وريلي عشان نركض اسرع بالملعب. وبالسكواش عندي كابتن احمد عبد العال، كابتن رضا وجنات، وكابتن اشرف. دور اهلي معاي انه يشجعوني باللعبه يعني يساعدوني افرق بين الدراسه والرياضه. وطبعا دور خالي عبد الله المزين، هو شجعني اكثر واحد باللعبه لانه هو اللي اصلا علمني عليها. وخالتي فريده المزين وعمتي شيخه المذن وايد شجعوني فيها بعد ما حضروا مباراه وكل شيء. قدوتي باللعبه عندي بالكويت برا الكويت، بالكويت طبعا خالي عبد الله المزين، وبرا الكويت عندي رامي عاشور. اللاعب اللي دائما بيني وبينه تحدي باللعبه زميلتي ساره العلي. طموحي بلعبه السكواش اني احقق مراكز اعلى برا الكويت وبالكويت، واني اكون لاعبه بي اس اي والعب بطولات اسيا. اجهز نفسي حق المباراه اني اكل عدل وانام عدل قبله، واسوي منتل تريننج واكلم نفسي اني اقول ان انا قدها واقدر اسويها وكذي، واسوي استرتشات قبله طبعا علشان اكون لاعب ناجح. لازم افرق بين الدراسه والرياضه، لازم التزم بتمارين. وقبلها احب اطالع بي اس اي، اتعلم من لاعبين غيري من ابطال العالم، واخذ نصايح من الكوتش. انصح البنات اللي بعمري اللي الحين ما لعبوا رياضه انهم يجربون عده العاب لين يلقون اللعبه اللي تناسبهم ويجتهدون فيها.